إن شاء الله صباح جميل وصباح نسأل الله يكون صباح مبارك وصمود وصبر لزميلنا الصحفي محمد الكيك ولأسرته، وكمان صباحياتنا للمزارعين اللي صابرين وعاملين في أراضيهم رغم الصعوبات اللي بواجهوها. صباحياتنا مبارك للعمال اللي بنزلوا على 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 المعابر سعيا لكم مثل العيش. صباحياتنا للوالدي وللأمهاتنا وللعاملات في فلسطين. صباح الخير لكل من يعمل لبناء هذا الوطن. صباح الخير للفجر الجديد. صباح الخير للإعلاميين. صباح الخير لكل الإعلاميات كمان. صباح الخير لزملاء وزميلاتي، وصباح الخير لطلاب الجامعة بموسم دراسة الفصل الجديد، وصباح الخير لأهالي الأسرى والشهداء، وصباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد. صباح الخير والمحبة، صباح الوطن الجميل، صباح الابتسامة لزملائي وأهلي وأحبائي. اولا بحب اصبح على شاشه تلفزيون الفجر الجديد، وبحب اصبح على زملائي واخواني في جامعه فلسطين التقنيه خضوري. صباح الخير، بنحب نقول لهم صباح الخير، صباح المحبه، صباح العمل، صباح النشاط، صباح التسامح والتاخي في هذه المؤسسه العريقه. بحب نصبح طبعا على جميع اسران الابطال خلف في سجون الاحتلال، وبنوجه رساله صباح الحريه لاسيرنا المضرب عن الطعام محمد الكيك. بنحب نوجه التحية الصباحية لجميع موظفي الجامعة ولعائلتي الكريمة لزوجتي الحبيبة وللأستاذ منذر زيدان، وأهلا وسهلا فيكم في الجامعة وفي قلب حرم الجامعة. بوجه تحية لأول شيء لزوجي العزيز ولوالدي كمان ولكل عائلتي كمان بشكل خاص، وبحب أوجه تحية لكافة منتسبي جامعة خضوري، طلاب وإدارة وموظفين. بتمنى نهار سعيد لكل الناس في المحافظة بشكل خاص وبكافة الوطن. يعني على الصعيد الأكاديمي أكيد بحب أقول صباح الخير لطلاب الجامعة لأنه بداية العام الدراسي، طلاب وطالبات الجامعة. صباح الخير على طلاب الأزياء بالتحديد. صباح الخير للوطن بشكل عام، وصباح الخير للأسرى اللي في السجون. صباح الخير لكل الشعب الفلسطيني. شكرا لكم. نصبح أول شيء على الجامعة، ونصبح موظفيها وطلابها، فهم علي؟ وبتمنى لكل بداية سنة جديدة وفصل جديد للطلاب، وإنه إن شاء الله بخير. بحب أحكي صباح الخير للجميع أول شيء. صباح الخير لأهلي، لأخوتي، لأصحابي. صباح الخير لأمي الغالية اللي في الدار، أبوي اللي بالشغل. وصباح الخير للأسرى اللي في سجون الاحتلال، وصباح الخير لأخوتنا في القدس المحتلة المناضلين، وصباح الخير لأخوتنا في قطاع غزة.